السلام عليكم إخوة الأخوات، سابقناتي إلكتروتيك نور، مرحبا بكم. اليوم غادي نهضروا على الخطورة ديال واحد ترانسفورماتور دو كورون إلى بقى السكوندير ديالو محلول، يعني البريمير أليمونتي والسكوندير محلول. شنو كيأدي هاد الخطر هذا؟ حنا كنا هضرنا على الفونكسيونمون ديال ترانسفورماتور دو كورون، دابا غادي نهضروا على هاد الخطورة. هادي بانت لي هاد النقطة يعني مهمة بزاف بالنسبة لي زيليكتريسيان، دونك غادي نهضروا فيها ان شاء الله. وكنعنيو بي السكوندار ديال ان ترانسفورماتور دو كورون هو هذا اللي غادي لواحد لامبيريماتر ولا غادي لواحد لاباري دو بروتيكسيون. ولا كنعرفوا بان لو تي سي الدور ديالو هو كيخفض لينا داك لامبيراج اللي ديز في البريمير باش نقدروا نقراو في واحد لاباري دو ميزيور. دونك نبداو على بركة الله. اذا كيف ما قلنا، هاد لو سكوندير ديال ترانسفورماتور دو كورون ما خصوش يبقى محلول ملي كدوز عندي هنايا شي شارج. علاش؟ لو كورون اللي ديز لهنايا، دونك ديز كورون، دونك غادي تكري لينا واحد الشون مانيتيك لهنا في هاد لو نويو. هاد الشون مانيتيك غادي اونجوندري واحد طونسيون اللي كبيره بزاف. الطونسيون تقدر دير لنا دي زيتين سال، تقدر بزاف ديال الحوايج تقدر ديرهم لينا. دونك تقدر يعني هذا غادي يسخن بالمفهوم ديالنا حنا لي زيليكتريسيان، هذا غادي يسخن بزاف، غادي يسخن اكسيسيفمون هاد النوايو. هذا يقدر هاد ليزولاسيون ديالو طير ويؤدي لينا الحرق ديال هاد لاباراي دو ميزير ولا الرولي دو بروتيكسيون مثلا. ثانيا اشنو كنلقاو؟ كاين هاد 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 لوغمونطاسيون ديال لا طونسيون اللي كتكبر في هاد السكوندير ديال تي سي. يعني ممكن الا كان شي بيرسون تماك راه يتقدر يتحرق، يعني كيكونوا عندنا دي ديشارج الكتريك، واحد طونسيون لي تري زوليفي ما مستعملاش فين غادي تمشي، غادي تفرقع علينا هاد لو تي سي. 3 لي زاباري دو ميزير غادي يقدروا يضربوا عندنا، دونك يقدروا يكونوا عندنا دي دوماج في لي زاباري دو ميزير ولا رولي دو بروتيكسيون. دونك ليسونسييل ان ما نخليوش هاد لي تي سي في حاله دوزنا واحد جو دو بار هنا او دوزنا واحد لو كابل اللي فيه واحد سيرتان امبيراج، ما نخليوش لو سكوندير اوفير. او بيان سور هاد لي تي سي راه كنديروهم باش نقراو لامبيراج لي ديز في هاد لي جو دو بار ولا لي ديز في دي كابل غران سيكسيون. يعني كنلقاوهم بهذا الشكل، هذا الخرجه ديال دي جونكتور باش نقراو لامبيراج كونسومي بار هذيك لا ماشين. او بيان سور راه كاين ليهم هادي سونترال ميزير بحال هذا الشكل، راه هضرت على دي سونترال ميزير في واحد لا فيديو. او لي تي سي راه كيكونوا برونشين كيف ما قلت، في اما يعني كيقدروا يكونوا في الدخله ديال دي جونكتور ولا في الخرجه ديال دي جونكتور. بيان سور انا عطيتكم غير واحد ليكزامبل، كنقدروا نلقاو دي تي سي يعني اللي مسدودين، ولكن البريمير ديالو راه بوحدو والسكوندير ديالو بوحدو، ونقدروا نلقاو دي تي سي اللي محلولين بهذا الشكل. تقدر تدوز كابل، تقدر تدوز واحد جو دو بار. دونك غادي نرجع بالنسبه لي تي سي اللي مسدودين، كيف ما قلت كتلقى عنده لي بورن ديال بريمير بوحدهم ولي بورن ديال السكوندير بوحدهم. باغ اكزومبل باغي تعبر واحد لافاز، كدوزها هنا كتخرج من هنا كديها لاليمون، كديها ليوتيليزاسيون، وهنا في الجهه الاخرى كديها لاباري دو ميزير. تقدر تكون اون بيريمتر، تقدر تكون واحد الرولي. وبالنسبه لي تي سي اللي محلولين كيكون عندهم
يعني الدوبور كيف ما كتشوفوا اللي هنا هنا، يعني هاد لي دو بورن كديهم لومبيريمتر باش تقرا لومبيراج لي ديز عندك لهنايا. وبيان سير كاينين دوطر ان كاين بزاف ديال الانواع ديال لي تي سي، وكيف ما قلت يعني لي تي سي كيلعبوا واحد الدور كبير باش نقرا لومبيراج كونسومي في واحد لانستالاسيون الكتريك. تقدر تكون ماشين، تقدر تكون شي معمل، تقدر تكون يعني بزاف ديال الحوايج باش غادي نقراو حنايا يعني الكورون لي ديز كبير في واحد جو دو بار. دونك كنستعنوا بهاد لي تي سي، وهاد لي تي سي راه كيديو لينا لي زانفورماسيون لواحد سونترال ميزير اللي بواسطته كنقدروا نعرفوا لومبيراج لي ديز عندي في شاك فاز. هادو هما لي كابل اللي غاديين للسونترال ميزير. سونترال ميزير هو هذا، يعني راه كل سونترال ميزير عنده الكابلاج ديالو. راه هضرت في واحد الفيديو على السونترال ميزير، دونك هادو هما اللي كيديو لي لانفورماسيون لهاد لي كابل السونترال ميزير اللي كتشوفو امامكم. دابا وصلنا لهاد لوكا ديال لي تي سي، كيكونوا مشدودين من واحد الجهة ومربوطين مع الميزالات تاعهم. علاش؟ يعني هاد الملاحظة جد مهمة. كما كتشوفوا عندي هنا تروا فاز، عندي لي تي سي ديالي وعندي الاس دو لي اس دو هوي كلهم مشانتين ومشاو لاتير. يعني بهذا الشكل هذا، علاش مشاو لاتير هنايا؟ يعني اديناهم لاتير اون كا دو ديفيونس ديال ليزولاسيون ديال تي سي، يقدر لونغولمون بريمير تلاقى ليا مع لونغولمون سكوندار. دونك في هذه الحاله كيكون عندي واحد كور سيركوي، كور سيركوي كيأدي يعني واحد الكورون كيطلع اكسيسيف. اوليو باش يمشي هذا لو كورون يضرب ليا انا الماتيريال الكتريك ديالي مثلا واحد الرولي دو بروتيكسيون ولا واحد لامبيريمتر ولا واحد الجهاز، فين كيمشي هذا لو كورون دو ديفو؟ يل شوازي لو شومان لو بلي فاسيل اللي هو غادي يمشي لاتير. هذا الشيء علاش كنشانتيو هاد لي اس 2 ديال لي تي سي وكنديوهم لاتير. دونك سي اون كيستيون دو سيكوريتي. بالنسبه للاخوان هاد لابوبين ديال هاد الالكتروفان، يعني راه فرق ما بين تي سي و اون الكتروفان، ولكن كتجمعهم واحد الرابط. اشنا هو هاد الرابط اللي جامعهم؟ ان هاد الالكتروفان، يعني هضرنا على تي سي ما نقدروش يعني ناليمونتي لو بريمير ديال ان تي سي ونخليو سكوندير محلول. يعني حتى الالكتروفان ما نقدروش ناليمونتي واحد الالكتروفان اللي ما عندهش نويو. يعني نحيدوا هاد لابوبين هادي بهذا الشكل هذا، ونخليو هاد لو نويو في جهه ولابوبين ماليمونتي بار 220. راه في هاد لوكال اخوان هادي راه غادي طيب، يعني يعطيها 5 دقائق غادي يطيب، غادي يتسخن مزيان وغادي يتحرق. دونك ننصحكم الاخوان ملي تبغي تحيد هاد الالكتروفان يعني من النويو ديالها، هذا هو النويو، دونك حاول تقطع عليها الضوء. راه بحال الشكل ديال ان تي سي. ان تي سي خليتي البريمير اليمونتي والسكوندير محلول راه غادي يتحرق ويقدر اللي يصير يحرقك. بالنسبه للالكتروفان نفس الشيء، حيتيها من النويو حاول تقطع عليها لاليمونطاسيون، تكون 12 تكون 24 تكون 36 تكون ما بغات هاد لاطونسيون، حاول تحيد على لاطونسيون من لهنايا باش ما تحرقش لك. الا درتي هاد لوكا هادي عيطيها وخليتي لاليمونطاسيون اليمونتي هنا الاخوان، راه غادي تحرق هاد لابوبينات. دونك نتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا من الدرس ديال اليوم. تبارك الله عليكم، ما تنساوش من الدعم ديالكم كما العاده.